إلى أين أنت راحل؟ قال النبي موسى: إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه. مكتوب مراراً عن شعب إسرائيل ارتحلوا من مكان إلى مكان، وتابوت عهد الرب راحل أمامهم، أي حضور الله. إنها رحلة البرية حتى الوصول إلى أرض البركة والخير والشبع، أرض كنعان. وكما قال موسى لحميه بمشاعر دافئة والمحبة: اذهب معنا. وهكذا نقول لأحبائنا: نحن لسنا ذاهبون من أرض إلى أرض، ولسنا ذاهبون إلى كنعان الأرضية، بل رحلتنا هي إلى السماء نفسها. نعم، أحياناً إنها رحلة شاقة في البرية، من حر النهار وبرد الليل، أو من الأعداء المحيطة بنا، لكن عيوننا مثبتة نحو أورشليم السماوية، الوطن السماوي. هيا اذهب معنا، اترك حياة الخطية واغتسل بدم ذبيحة المسيح الذي هو حمل خطايانا، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. لا يوجد شبع أو ارتواء في هذا العالم. هيا اذهب معنا، نأخذ أكبر عدد ممكن من النفوس الضائعة والهالكة، نأخذها حيث يسوع، وحيث لا وجع ولا صراخ ولا موت ولا لعن ولا دموع ولا مرض، بل كلها أفراح سماوية. هيا معنا، فإن سيرتنا، أي جنسيتنا وطنيتنا، نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. هيا معنا إلى السماء. اسمع ما يقول الكتاب: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وأيضا مكتوب: وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور، لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. هذه الرحلة تحتاج إلى تذكرة سماوية، ويجب أن تكون مختومة بدم المسيح الذي أنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. اذهب معنا، فجهنم ليست مكان المؤمنين. الله يحبك، أرسل المسيح ليخلصك من خطاياك، ادعوه إلى حياتك، توجه ربا وملكا على قلبك، عندها تنال الغفران والخلاص والحياة الأبدية. اعلنها الآن حتى يكتب اسمك في سفر الحياة، والرب يباركك.